يقول السائل: هل يجوز السلام على أهل المعاصي كحلق اللحى وشرب الدخان ونحوها؟ نعم، يشرع السلام عليهم لأنهم مسلمون، وما عندهم من المعاصي تناصحهم عنه. وإذا كان في ترك السلام عليهم ردعا لهم، يتوبون إذا لم تسلم عليهم، يخجلون ويتوبون، فلا مانع أنك تهجرهم حتى يتوبوا إلى الله. أما إذا كان هجرهم لا يؤثر عليهم وترك السلام عليهم لا يؤثر عليهم، هم مستمرون على ما هم عليه، فسلم عليهم لكن مع المناصحة لعل الله يهديهم.